معانا سيادة الوزير عمرو الجرحي وزير المالية. كان في خبر اتقال انه احد المسؤولين في وزارة المالية قالوا واتقال انه هيتشال الدعم كلية عن المحروقات في ظرف 8 شهور، يعني الدعم كله يتشال في 8 شهور. ايه حقيقة هذا الخبر؟ احنا شفنا فيه نفي طالع من وزارة المالية. معانا سيادة الوزير عمرو الجرحي، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله، كله كويس كله كويس. لا طبعا الخبر ده غير صحيح اطلاقا، ولا يعني له اي اساس من الصحه. هو كل حصل ان هو كان في مداخله تليفونيه مع احد البرامج، والمذيع ساله انه تم جلسه الاسعار في خلال 8 اشهر، فهو كان رده انه وان احنا جهزنا حزمه حمايه اجتماعيه قويه جدا اللي احنا قلنا عليها، اللي هي تكلفتها حوالي 85 مليار تكييزا للقرارات اللي هي بتاعت رفع الاسعار. بالتالي اللي خد الكلام نقله بطريقه مغلوطه، والكلام ده غير صحيح بالمره. وانا لسه حتى مطلع تصريح في اليوم السابع من او يعني احد الجرائد من يومين، قلت فيه انه لا نيه لرفع الاسعار في العام المالي 17 18 بالمره في ضوء الاوضاع الحاليه لاسواق النفط في العالم. يعني حضرتك فندم من هنا لاخر السنه هل هناك زيادات اخرى في الاسعار؟ لا يا فندم مفيش، من هنا لغايه اخر السنه الماليه في ضوء اوضاع النفط في العالم اللي احنا شايفينها، انه لن يكون هناك اي تحريك للاسعار في خلال السنه الماليه القادمه. طب ومن هنا لغايه نص 2018 هل هيكون في اي تحريك لاسعار المحروقات؟ لا فندم، لا ما انا لما بقصد السنه الماليه يا استاذ عمرو بقصد فيها السنه الماليه اللي هي بتبتدي من 1 يوليو لغايه 30 يونيو. احنا بنشرح للناس بس عشان اللي ما يعرفوش العام المالي والحواديت دي. بالظبط كده، ما انا عشان كده بكمل على كلام حضرتك. لما بتقول لغايه 30 يونيو 2018 باكد لحضرتك اللي احنا قصدناه ان هو العام المالي اللي بيبتدي من 1 يوليو 2017 لغايه 30/6/2018 لا يوجد اي نيه لرفع اسعار الوقود في ضوء الاوضاع العالميه لاسواق النفط. فبالتالي بناكد انه في العام المالي الجديد لا نيه لرفع الاسعار في ضوء الاوضاع اللي موجوده في اسعار اوضاع الاسواق العالميه للنفط. طب حضراتكم عاملين حسابكم تشيلوا الدعم على المحروقات في مده قد ايه؟ لا احنا زي ما اتكلمنا قبل كده انه بنتكلم بالنسبه للبترول والكهرباء، مش كل المنتجات طبعا، احنا بنتكلم فيه من خلال فتره في حدود من 3 لـ5 سنوات. من 3 لـ5 سنوات من دلوقتي؟ من دلوقتي فحضرتك بتتكلم انه هيبقى في رفع للدعم تدريجي من 3 لـ5 سنوات. بالظبط بالظبط، في حدود من 3 لـ5 سنوات ان شاء الله. فاحنا فاضل لنا يا 3 سنين يا 5 سنين. يعني ما بين الوقود وما بين الكهرباء، يعني في متوسط تقريبا من 3 لـ5 سنوات ان شاء الله. طب معلش سؤال ساذج شويه، هو بعد ما يترفع الدعم خالص عن المحروقات لتر البنزين هيبقى بكام؟ بص حضرتك الموضوع ده ليه يعني في حاجات داينامكس كتيره بتخش. لو قلنا ان سعر النفط هيفضل ثابت لغايه وقتها، هو نفس سعر البرميل البترول. بص حضرتك احنا يعني لسه الحسابات دي برضه بتخضع كمان لسعر العمله، لان احنا ما زال جزء من احتياجنا في السوق بنستورده من الخارج. بالعكس احنا اللي بينزل السوق المحلي تقريبا اكثر من 50% وقد يصل الى 60% ده بيتم استيراده من الخارج. وبرضه لمعلومات حضرتك انه في الحسابات الدعم الحيط مصر اللي بتخش في السوق المحلي من الخام بتتحسب بصفر، كل اللي بيتحسب عليها ما يسمى بالتكلفه الغير مباشره اللي هي تكلفه العماله وتكلفه التسجيل والكلام ده كله، اللي هي لا تتخطى تقريبا من 5 لـ10% من تكلفه الطن. فبالتالي كمان يعني احنا ما بنحسبش في الدعم الارقام كلها على اساس السعر العالمي للكميه كلها، لان في مكون من اللي بينزل في السوق المحلي اللي هو حصه مصر في هذه المنتجات دي بتتحسب بصفر في الدعم. فبالتالي احنا بنتكلم في طريقه حسبه للدعم ما تاخدناش للمستوى العالمي، هتاخدنا فقط لتغطيه التكلفه اللي احنا بنتحملها نتيجه الاستيراد والشراء من الشركاء الاجانب اللي موجودين معانا والاستيراد من الخارج فقط. طب سؤال يا فندم. اتفضل. حقل الغاز اللي هيشتغل اخر السنه الى اي مدى هو مؤثر في حاله الاقتصاد المصري؟ لا مؤثر جدا طبعا، لانه مؤثر لو ما كانش جدا طبعا، لانه لو ما كانش موجوده الحقول دي كان رقم الدعم هيرتفع بقوه. واخد بالك ازاي؟ خلي بالك يا استاذ عمرو، انا دايما يعني دي انا شرحتها بدل مره يمكن
10 مرات او اكثر كمان، انه يجب ان ندرك ان احنا واحنا بنعمل الكلام ده احنا بنعمله في ضوء اسعار البترول في حدود 50 دولار. لو احنا كنا بنتكلم انه في اسعار البترول زي ما كانت موجوده نص 2014 لما كان البرميل موجود ب 100 ولا 110 دولار، وضوء النقص الشديد في العمله الاجنبيه والخلل الرهيب اللي كان موجود في ميزان المدفوعات كان هيبقى عندنا مشكله اكبر بكثير. احنا النهارده بنتعامل في كل هذه المعطيات في ضوء انه الاسعار البرميل للبترول في حدود 50 دولار. احنا طبعا احد الحاجات المؤثره جدا كانت انخفاض سعر العمله، وانخفاض سعر العمله يعني اسبابه كانت معروفه من حاجات كثيره جدا، من اهمها طبعا عجز الموازنه الكبير جدا، من اهمها طبعا السياحه وتاثر السياحه الشديد وعجز الميزان التجاري. كل ده اثر على الميزان المدفوعات بشكل كبير وخلى ان الضغط على العمله يبقى بهذا الشكل وانخفاض سعر العمله بهذا الشكل. ف المعالجات لهذه الامور بتيجي من عده زوايا، اهمها ان احنا بنخفض العجز، وثانيا بنظبط القطاعات المختلفه زي قطاع الطاقه. انا خليني اقول لحضرتك ان احنا النهارده قطاع البترول وقطاع الكهرباء الاثنين مع بعض تقترب مدينتهم والتزاماتهم للشركاء الاجانب والتزاماتهم للموردين قد تقترب من 900 مليار جنيه، ده رقم مخيف، وما نقدرش نسيح القطاعين دول يكونوا تحت ضغط بهذا الشكل الرهيب ونستمر بهذه المنظومه، واخد بال سيادتك ازاي؟ فدي امور في غايه الاهميه لازم نتنبه بيها ايضا يعني. طب حضرتك ممكن تشرح للناس انه ضريبه القيمه، انا فاهم الكلام ده بس تشرحه تاني للناس، ان ضريبه القيمه المضافه لم تزود الاسعار لان احنا استبدلناها بضريبه اخرى. طبعا احنا اللي كان موجود كان ضريبه المبيعات. أيوة. وبعدين اللي حصل ان احنا استبدلناها بضريبه القيمه المضافه، السعر العام طلع من بدل 10% بقى 13%، وكان طبقا للقانون ان ال 13 دي هتطلع ل 14 في اول العام المالي الحالي، وده طبعا طبقا للقانون. فده ما فيهاش زياده، مش ضريبه مبيعات وتحط ضريبه اخرى عليها، يعني مش 10 زائد 13، هي 13 استبدلت ال 10، ده اللي حصل. لكن برضو التاثير الكبير اللي الناس لازم تفهمه استاذ عمرو، انه التاثير الكبير اللي حصل في الثمان اشهر اللي فاتوا هو انخفاض سعر العمله بهذا القدر الكبير. انخفاض سعر العمله زي ما قلت كان انا نفسي اسالك سؤال. انا عارف انه حضرتك مش المفروض المسؤول عنه، ولكن دائما ما بلقاش المسؤول عنه اساله، هو في اي امل من هنا لاخر السنه ان الدولار ده ينزل؟ انا 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 اقدر يعني عندي قدر كبير من الثقه ان احنا قد نرى تحسن في السعر، لان كل المعطيات اللي موجوده قصادنا سواء بالحجم الانفلو او حجم التدفقات الدولاريه اللي بتيجي في القطاع، يعني بقى عندك 31 مليار دلوقتي في البنك المركزي والدولار على 18 لا يهتز. لا انا بتصور انه يعني في الفتره القادمه بتصور ان احنا هنشوف حركه في يعني ده رايي، لان طبعا انا مش اللي مسؤول عن الموضوع ده، البنك المركزي هو المسؤول، والبنك المركزي دايما بيبقى الافضل يعني بالنسبه للقرارات، انه ما بيصرحش في هذا القدر. لكن انا بقول لحضرتك الراي كمحلل مش مسؤول عن الموضوع برمته. مفهوم يا فندم، مفهوم. رايي كمحلل ان احنا قد نرى تحسن في سعر العمله في الفتره القادمه في خلال الاشهر القليله القادمه ان شاء الله، وده طبعا بيفرق معانا بشكل كبير، لانه هقول لحضرتك انه كل جنيه تحسن في سعر العمله بيفرق معانا تقريبا في التكلفه الكليه على الاقتصاد في حدود 50 مليار جنيه، لان احنا ما زلنا نستورد في حدود 50 مليار دولار في السنه، فكل جنيه بيتحسن بينزل معانا التكلفه ب 50 مليار جنيه، وطبعا بتحسن في فكره التضخم بشكل سريع. فبالتالي عندي توقع كمحلل خارجي، عندي توقع ان احنا قد نرى تحسن في سعر العمله في الفتره القادمه. سياده الوزير، هل من هنا لسنه في اي مشاريع لرفع الحد الادنى للاجور؟ استاذ عمرو، يعني خدمه الحمايه الاجتماعيه اللي اتعملت دي يعني لازم نتنبه ليه انها التصميم بتاعها كان جاي ازاي؟ نمره واحد رفعت بطايق التموين من 21 جنيه، يعني خلي بالك حضرتك في خلال السنه ونص اللي فاتت كنا رفعنا من 15 وبعدين ل 18 وبعدين ل 21 بشكل بطيء جدا، احنا عملنا رفعه كبيره جدا بحوالي 150% من 21 جنيه ل 50 جنيه، دي بيستفيد منها 70 مليون مستفيد، بيستفيد ايضا من خدمه الحمايه الاجتماعيه، يعني العيش اللي هو الفرد ليه خمس ارغفه في الـ في الـ في اليوم، تكلفه الرغيف تقريبا حوالي 55 60 قرش، والمواطن بيدفع فيها فقط 5 قروش، لو حضرتك ضربت 2 جنيه ونص في 30 يوم يعني 75 جنيه، فبالتالي بتتكلم على
125 جنيه ما بين الدعم التموين ودعم العيش، والعيش بيستفيد منه حوالي 74 مليون مواطن. زياده المعاشات بنسبه 15% وحد ادنى 150 جنيه بيستفيد منه 10 مليون ملف معاشات، يعني ممكن مش الفرد فقط، الفرد واسرته. الموظفين العلاوتين، العلاوه الاساسيه والعلاوه الاستثنائيه 7% 7% و7% للمخاطبين بالخدمه المدنيه، و10 ب10 للغير مخاطبين بالخدمه المدنيه. الخصم الضريبي بيستفيد منه كل الموظفين سواء في الحكومه او في خارج الحكومه. التكلفه دي وزياده دعم التموين من 48 مليار اللي احنا هنقفل عليهم السنه دي 16 17 صعودا الى 85 مليار. التكلفة كل هذه الخدمه تقترب من 83 ل 84 مليار جنيه في سنه واحده. ده كله ما كانش ممكن يتحقق من غير ان احنا ما نكون بنعمل الاصلاحات. المهم في الاصلاح ان احنا حضرتك بنفصل الملفات عن بعضيها، يعني ملف الطاقه بشقين اللي هو الكهرباء والبترول، ده يعني اصلاحه يجب ان ياتي في مساره. وصلنا للدعم للمستحقينه، وان احنا نعمل حمايه اجتماعيه اللي ممكن يتضرروا من تحرك في الاسعار بشكل كبير، امر في غايه الاهميه. والتصميم بتاع هذه الحزمه الحقيقه تم بشكل ان هو يوصل لقطاع عريض من الشعب، يعني دايما ساعات بيبقى في ضغط في سكه موظفين الحكومه وفقط القطاع الحكومي من غيره، لكن عملنا الديزاين بحيث ان هو يطول كل الناس سواء من دعم. عايز اسالك سؤال يا فندم، ليه الناس عندها شعور ان دخلها الحقيقي لم يتحسن لغايه دلوقتي؟ الناس بتشكي، يعني رغم السبع قرارات اللي طلعهم الرئيس قبل تحريك اسعار الطاقه الناس برضو بتشتكي، الناس حاسة انه الوضع ليس جيد، يعني الناس برضو هو شايفة ان دخلها منخفض. لا انا اقول لحضرتك حاجة، هو طبعا الدخل المنخفض ده يعني ليه اكتر من سبب. واحد، ان احنا طول عمر قعدنا لمدة 6 سنين تقريبا اقدر اقول لك الاقتصاد شبه متوقف، يعني لما تقعد 4 سنين من 2011 لغاية 2014 او 2015 متوسط النمو كان 2-2.5%، كل اللي انت بتعمله ان انت بتزيد من مرتبات الناس بالدين بشكل كبير جدا. الامر اللي وصلنا ان احنا حجم الدين كان في 2010 حوالي 1.1 تريليون، احنا النهارده وصلنا ل 3.6 او 3.7 تريليون، ده من غير مديونيات قطاع الطاقه اللي هو الكهرباء والبترول. فالفكره كلها انه لم يكن يحدث نمو، الناس بتشعر بالرفاهيه لما الدخول تيجي من عمل ومن استثمار ومن ايجاد فرص عمل، لكن في نفس الوقت الدولة وهي بتعمل الكلام ده، يعني الدولة في من 2011 ومن 2014 الدولة لم تهمل الحماية الاجتماعية ولا الدعم ولا برامج تكافل الكرامة بشكل كبير جدا وصدور الأوضاع المالية الصعبة. الأمور هتتحسن لأنه لما بنبتدي ننزل في العجز وبالتالي ينزل في التضخم وسعر الفايدة وبعدين الاستثمارات تيجي، الأمور هتتحسن من هنا. ما نقدرش إن احنا نكون كل عملنا في فكرة حزمة الحماية الاجتماعية من غير ما ننتبه لفكرة الاستثمار والتوظيف والتشغيل، لكن الصرف على حزم الحماية الاجتماعية سواء المعاشات أو الأجور أو بطاقة التموين ده بيبدأ من شهر 7، فالمفروض إنه الحاجات دي لما الناس بتاخدها هتقدر تحس بتحسن في الدخل، وبتقدر تحس كمان إنه عندها دخل زاد يساعدها في التعامل مع ارتفاع الأسعار اللي كان موجود. المواطن العادي بيقول لحضرتك احنا كل القرارات هي بتنل من المواطن محدود الدخل، لم نرى شيء من يعني بيأثر على الناس اللي دخلها عالي، كل الحاجات على دماغنا احنا، الناس اللي دخلها عالي لا تتأثر او ما بيجرالهاش اي قرارات بتأثر فيهم، تقول لهم ايه؟ نقطتين يا استاذ عمرو، الدعم الوقود ودعم الكهرباء دي خلل كبير. انت لما بتدي دعم الوقود لكل الناس سواسيه من غير ما تقدر تميز هنا او هنا، الفئات الاقل دخلا اقدر اقول لسيادتك انه فائدتها من هذا الموضوع لا تزيد عن 30% من مجمل الدعم اللي بنديه، 30 ل 40% بالكثير، والفئات الاعلى دخلا بتستفيد بنسبه قد تكون من 60 الى 70%، فبالتالي تحريك الوقود والكهرباء بهذا الشكل بيساعد على اعاده التوازن في المنظومه دي بحيث انه الوفرات اللي بتيجي بقدر اصرف بيها على الفئات الاقل دخلا. يعني لو حضرتك انا بقول لحضرتك انه الحزمه الحماية الاجتماعية تقترب من 83 ل 84 مليار جنيه، دي كلها موجهه للفئات الاقل دخلا. لما انا بنحرك اسعار الوقود انا عندي تقريبا ما لا يقل عن 60% اللي هم مش مفروض يحصلوا على هذا الدعم. اخبار حضرتك ازاي بنبتدي ان احنا نخفض الدعم اللي بياخدوه بحيث ان انا اقدر اعمل التوازن ما بين الفئات الاقل دخلا والفئات الاعلى دخلا. الحاجه الثانيه منظومه الضرائب اللي احنا طبعا شغالين عليها بمنتهى القوه، ان احنا
كل الفئات اللي مش موجود على الرادار بتاعنا، او اللي هي يعني بره المنظومه الضريبيه. طبعا كله هيخش في الضرائب، يعني اهم حاجه عندنا في الفتره القادمه في السنتين الجايين انه الاداء الضريبي يرتفع بشكل ممتاز. هو في العام المالي 16 17 كان في تحسن كبير جدا، بدليل ان احنا الحصيله زادت من 350 ل 450 مليار جنيه، دي زياده قدرها 30%. الخط في العام المالي 17 18 هنتحرك من 450 مليار لاكثر من 600 مليار، ده هدف برضه كبير وتقيل، لكن احنا حاطين على نفسنا التزام ان احنا هنبذل كل جهد ان احنا نحققه، وبالتالي العجله هتمشي في السكه دي. يعني اللي انا عايز اقول لحضرتك انه الملفات لازم تكون منفصله، يعني التحسن في الاداء الضريبي ده ملف لوحده، التعامل مع ملف الطاقه ده ملف لوحده، التعامل مع ملف الدعم انه يبقى زي ما بنقول فعال وقوي وبيقدر يستهدف الناس اللي احنا عايزين نوصل لها، مش كل الناس سواسية بشكل خاطئ. لانه انا اقدر اقول لحضرتك انه من 2003 من 2002 و2003 لغايه 2014 2015 حجم الهدر اللي تم نتيجه دعم البترول اللي تم بهذا الشكل، انا في رايي ما يقلش عن، مش في رايي، في حساباتي اللي انا شفتها وانا جبت ميزانيتها العامه السيئه العامه للبترول لمده مثلا 13 14 سنه ورا، انا في حساباتي الارقام اللي احنا ممكن نكون فقدناها في حدود 700 مليار جنيه. الحاجه الثانيه انه ما يسمى ب العجز الاولي، العجز الاولي يا استاذ عمرو اللي هو عباره عن ايراداتنا كدوله ناقص مصروفاتنا من غير المصروف بتاع الفوائد. في خلال الفتره من 2010 2011 لغايه الفتره 2016 2017 مجمل العجز ده، يعني لو اعتبر نفس حضرتك مثلا عندك شركه ايرادات ناقص مصروفات ما بتغطيش بعضيها، انت فاهم دي بتبقى شركه غير ناجحه بالمره. حجم العجز ده في خلال الست سبع سنوات اللي فاتوا دول كان 540 مليار جنيه، فدي ارقام كبيره جدا في الخلل المالي اللي موجود في الدوله اللي لازم يتعالج بشكل سليم، لازم يتعالج في مسارات متوازيه كل ملف لوحده مع ارسنا الكامل على انه الفئات الاقل دخلا بنوصل لها اكبر حمايه ممكنه في الفترات اللي جايه. واعتقد ان من اهم الحاجات اللي هنشتغل عليها في الفتره الجايه في خلال واتصور ان هنشوف فيها تحسن كبير جدا الفتره الجايه هي منظومه النقل الجماعي كمان، لان في شغل بيحصل. سياده الوزير، المواطن العادي بيقول ايه؟ بيقول طيب يعني زياده ماشي، بس ليه ما بنمرحلهاش؟ يعني مثلا رصدنا الانبوبه كان ب 15 بقت ب 30، الضعف. السنه دي في زيادتين للمحروقات، ليه ما اجلناش شويه؟ يعني هو الناس بتقول ايه؟ درج شويه حبه حبه، ليه كله ورا بعضه وبسرعه؟ لا ما متدرج يا استاذ عمرو بشكل، يعني اقدر اقول لك ان هو متدرج، لكن لما حضرتك بتقول على انبوبه البوتاجاز، انبوبه البوتاجاز النهارده تكلفتها تصل الى مفهوم يا فندم. ايوه بس مره واحده انه من 15 ل 30 الناس بتشعر انه كتير، يعني بتعمل صدمه في السوق، في احساس بالصدمه، يعني في احساس هو انه سندوتش الطعميه هيزيد، انه الراجل بتاع الكشري هيزود، في حاجات كده اللي هي المنظومه التضخميه، اللي هي الموجه التضخميه اللي بتيجي ورا بعض. يعني هو الموجه التضخميه اللي شفناها في 8 اشهر اللي فاتوا، انا اقدر اقول لك العامل الرئيسي المؤثر فيها العمله، كان هو العمله طبعا، بس زي الحاجات اللي بتتخذ بقرارات اداريه زي رفع المحروقات او رفع الكهرباء انت بتبقى عارف حدودها. انا مش عايز اقول لحضرتك، يعني مش عايز اخدك في معادلات ممكن تبقى شويه معقده او المستمعين الكرام اللي عند حضرتك تبقى صعبه بالنسبه لهم، ولكن المؤثر الرئيسي في التضخم في الفتره اللي فاتت كان هو العمله. الحاجات الاخرى هيبقى لها بعض التاثير، ولكن مره ثانيه حزمه الحمايه الاجتماعيه اللي اتحطت بغرض انه يبقى بتوفر قدر كبير من الحمايه من اي تاثير ممكن يبقى موجود للاجراءات. حاجه ثانيه زي ما انا قلت لحضرتك، توقعي بالنسبه لتوقعي الشخصي بالنسبه للعمله الفتره اللي جايه قد يساعدنا بشكل كبير ايضا في فكره يا رب تنزل ان شاء الله ان شاء الله. السؤال الاخير يا فندم، من يونيو 2016 ليونيو 2017 احنا دخلنا استثمار خارجي مباشر بكام؟ بص حضرتك، هو النص الاولاني من يونيو 2016 ليونيو 2017 هي الارقام مش قدامي دلوقتي، بس انا بتصور ان احنا جالنا من يونيو لديسمبر في حدود 4.5 مليار دولار. الاحدث ارقام الحقيقه مش موجوده قصادي، بس يعني ممكن نراجعها مع الـ يعني راجع الارقام وضل حضرتك راضي عن ال 4.5 دول؟
لا لسه طبعا، لكن هو حضرتك لازم ناخد في اعتبارنا شيء، انه زي ما قلت حضرتك الاقتصاد المصري ما كان شبه متوقف، الاختلالات كانت كبيره جدا، الاستثمار المباشر ما بيجيش بان احنا بندوس زرار، يعني مش من اول ما بنقول ان احنا والله عملنا عملنا الفلوتيشن بالشكل اللي عملناه او عملنا اجراءات ماليه، الاقتصاد المباشر دايما دورته ابطا شويه، يعني على ما الناس ما بتيجي ما بتدرس وتقرر وتعمل الدراسات وتخش بتاخد بعض الوقت، فبالتالي انا متوقع في الفتره القادمه ان احنا نشوف يا رب مارتن باشا وتخلصوا بس اللائحه التنفيذيه بتاعت قانون الاستثمار ان شاء الله. لا هتخلص قريب باذن الله، باذن الله تخلص قريب. شكرا سياده الوزير عمرو الجارحي وزير الماليه.